هذول سلموا اولا سلموا، وانا شرحت لكم هذول سلموا ما يسمى باراضي 48، ثم سلموا 67. دخلت الجيوش العربية، دخلت من اجل انه الفلسطينيين ما قاتلوش، لو تركوا الفلسطينيين يقاتلوا والمسلمين في ظهرهم. نعم اجوا مسلمين من البوسنة وقاتلوا معكم، اجوا مسلمين من الهند وقاتلوا معكم، افهموها. هم بيعرفوا انه لو تركت الامر للفلسطينيين عمرها ما بتقوم اسرائيل. دخلت الجيوش العربية باسم انها بدها تنقذ، منعت الفلسطينيين من القتال وسلمت بثمانة ايام، وانا شرحت لكم كيف بثمانة ايام سلمت البلاد. ايش ست ايام حرب هاي؟ وين انا بقبلها هاي؟ وين هاي بتنباع هاي؟ ست ايام حرب جيوش كلها عتل جبهات بست ايام بتروح، تخدعوا مين انتو؟ هذا بتكرر. انا ليش اعطيت الدرس في هذا في هذه القضية بالذات؟ مشان الناس تقيس، لانهم اللي كانوا موجودين في 48 لليوم موجودين، موجودين في الاردن، موجودين في مصر، موجودين في سوريا، كله موجود. وقعتوا يا اردن سلام مع اسرائيل وفهمنا. طبعا احنا مش فاهمين، بس احنا يعني جدلا. بيجي الملك في حينها اللي مات، بيجي الملك في البرلمان وبأمر البرلمان انه يصوت انه الاسرائيلي بامكانه يتملك عقارات في الشرق الاردن، وبصم البرلمان واصبح الاسرائيلي يستطيع ان يتملك عقارات في شرق الاردن. طب تعال سؤال بدنا نسألك يا ملك، ليش هو السلام بيقتضي انه يصير الاسرائيلي يشتري في شرق الاردن؟ شو علاقته هذا؟ انت يا اردني بتشتري في جوا عند اليهود داخل ارض فلسطين المحتلة؟ لا طبعا لا. طب ايش اللي بتعمله انت؟ بكرة بتفاجئوا الاردنيين بعد فترة قديش مشتري اسرائيل جوا عندهم، بعدين بتصير المشكلة هناك. طالما الزعماء هذول اللي ما بتختارهم الشعوب وما بستثني احد، طالما هذه الزعمات موجودة والشعوب مش هي المختارة، اتوقعوا مصايب اللي منعيش هالمصايب اليوم منهم اصلا. لو كانت هذه حكومات اصلا بتمثل شعوبها، كيف الغرب وغير الغرب بده يقدر يتآمر؟ وكيف بده يقدر يجيك يعني بأي كيف بده يحصل؟ طالما هم موجودين بيعطول مبرر وبعطول مسوغ وبيجبولك اياه وبقتلك كمان وببيد وبهجرك. هل كانت لذلك عرفتوهم انتو لما صاروا يقتلوا الشعوب ويستوردوا القاتل كمان؟ لذلك في سوريا هم على فكرة هم بيخططوا لتهجيرهم، ولا الصحابة يفتحوا سوريا وتصير اسلامية عبر 1400 سنة بعدين تظلها اسلامية؟ هاي بيقبلوا الشيعة في هالكلام؟ بيقبلوا الارثوذكس بهالكلام؟ هاي بلاد لازم ترجع اذا للرومان. هيك يعني لازم يفهموا الناس انه ما لم يكن اللي بيحكم مختار من الشعوب، انسوا، سهل جدا الضغط عليهم. اذا ما كانوش خونة سهل جدا يضغطوا عليهم من اجل كراسيهم. اذا ما كانش الواحد فيهم خاين مستعد ياخذ ويعطي ويبيع مشان يحافظ على كرسيه. لذلك فيش الا ضمانة واحدة انه هذه الشعوب تظلها حاملة سلاح، وديروا بالكم وبتنتصر. تنتصر هم الان. ليش بيجرموا هذا الاجرام؟ هذه اخر فرص، اخر فرص لهم، لانهم مهزومين كلهم، مهزومين كلهم. هذه اخر فرص لهم، بيحاولوا. والشعب السوري مش ممكن، الشعب السوري مش ممكن. ولذلك انتو في طريق خلاص تخلصوا تماما، لانك انت اللي بدك تنقذ البشرية وانتو رح تنقذ البشرية. ما تخافوش الدماء، هذا اللي بتسيل على فكرة، هذا الثمن اللي بيدفع من اجل البشرية. لذلك الشعوب على فكرة في الاخير لما بتخرج من قيدها على فكرة رح تدرك قديش هذه الامة كانت عظيمة، امتنا، وانها هي كانت هي اللي تصمد امام الباطل وانه ما خضعت. على فكرة رح يكون درس للشعوب، ورح تشوفوا شوية بس هاي الشعوب كلها شايفة على فكرة، ترى وعارفة وبدأت تكتشف مين اللي يحكمها. بس الجميل في الموضوع انه الشعوب اليوم اللي ماسكة سلاح، ولذلك انا بنقول الشعب السوري لازم يمسك سلاحه منيح. وديروا بالكم كل ما شافت الشعوب الاسلامية انه في قتل وفي دماء بيطلع اشي جديد، بيطلع اشي جديد. مش ممكن الشعوب تظلها ساكتة، مش ممكن ولذلك هذول الطغاة فكرة، الطغاة بيضغطوا لما يشوف الامور درجة الحرارة تفعت بيرجعوا. اللي بدهم اياه مش انت اللي تحكم، اللي بدهم اياه بدك تظل انت تحت الحذاء. مين هو هذا اللي بيحكم وشو ارتباطاته وشو باخده وشو بيعطي وكيف ببيع وكيف بيشتري؟ لازم يضلهم بهذا الشكل. ممنوع انت، ممنوع، معناته انت لازم اطلاقا ما تترك سلاحك شو ما حصل. وراح تشوفوا وقتها انه كلهم
راح يخضعوا ويسجدوا كلهم. شعوب دير بالك، اذا شعوب بس ما تخدعش عن طريق ايش ما يسمى بالمفاوضات. انت قضيتك عادلة، امورك واضحة، الشعب بده يختار حاكمه، بدكم غير هيك ليش؟ بقدروش يقولوا لك لا. انت بتيجي تقول لهم مين بيختار في روسيا؟ الشعب. هم بيقولوا كذابين. مين بيختار في امريكا؟ الشعب. مين بيختار في ايران؟ الشعب. طيب احنا بدنا الشعب يختار. بصيروا بدهم الان يعطوا كوتا وهون وهون زي ما عملوا في لبنان مشان يظلهم ضابطين الامور. تمام، الناس ماخذه دروس والناس فاهمه والناس حامله سلاح في كل مكان، وما تظنوش انه الاسد بيقدر يمشي في شوارع دمشق، كل دمشق. تمام، دمشق حتى مش حلب، دمشق حتى مش حلب، مش تظنوا ولا راحت الامور. يعني راحت الامور، يطلعوهم من دمشق اشوف، بيقولوا لي في حلب بس هم جبنا. وهذا على فكرة اجرامهم الان، هذا اجرامهم غير كثير من الشعوب. الاسلام هو فكرة، والفكرة لما بتقتحم القلوب هذا النصر الحقيقي. الصمود هو اللي راح يغير في فكر البشرية اتجاه هذه الامة البطلة اللي ما قبلتش ظلم الظالمين. تمام، وقاتلت بقوة. لما تصمد انت على فكرة راح تجد الامور فيما بعد تكون تمام. وانا عارف الطغاة من زمان، عارف الطغاة من زمان ودارسهم من زمان واحنا صغار، وتذكروا كنا دائما نحكي في السياسة وبطلناها. عارفينهم هذول، بس انت اصمد، مطلوب صمودك وبس، مطلوب صمودك وبس، فيش مجال اجتثاثك. اقولكم لو الشعب السوري يقبل لن يبقى في دياره وبصير في فلسطين جديدة، لكن انا متأكد باذن الله انه لا راح يصمدوا. ومين اللي راح يهزم؟ راح يهزم الكهنوت الكافر في ايران مش الشعب الايراني، وراح يهزم الروسي اللي هزم اصلا وهزموه المسلمين لما كان دولة عظمى، والامريكي اصلا هرب هروب من العراق وسلمها للشيعة. وهو اصلا ليش الغى الامريكان ليش الغوا الجيش العراقي على فكرة؟ مشان يسلموها لكهان الشيعة. والان لعلمكم في مظاهرات بتطلع في العراق ضد ايران هلا اليوم هذا، في من الشيعة، الشيعة الان بيطلعوا لانه المسألة بدها صمود، ويبدو الناس يتوعوا. وبتكون فرصتكم التاريخية انه هذه الشعوب يكون لها خلاص حقيقي بعد ما كان خلاصها ظاهري. بصير في خلاص حقيقي مش بس لكم ولا شعوب الارض. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.